متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا. تكد خيب، انا كدبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمة انسانية مش هنسهلك العمر كله. هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخرة، وما لقاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجر قدامي، ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك التانية؟ لا، ده بيت اهل دعاء رضا احمد اخويا. قول لي خيري واعلن معاه، خطف مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوه من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي سنجي، بعدين نخلص المال. الحريات اللي عندي بتقول اللي بقولهولك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي حنفي، خلي ورقك كله مغطي، بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا بابا، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دوت في حاله. امال جالك منين هو اللي يوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا، معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساجم. انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات، مفتش مباحث. افتح. مين؟
انت اللي جبته لنفسك يا باشا. قفزوا حرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ولاد الحرام كتير. حرامي فراخ. وفي لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ اه انت راجل دماغك متكلفه. مساء الخير. مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتديها من انت؟ عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. بتعملها حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل. عسل. خير ورشاد وبدأوا فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب. كذاب. انا ماليش دعوه بحد وما حدش له عندي حاجه وما اعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ ما اعرفش ما اعرفش. ما حدش اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني في حالي يا اخي، سيبوني في حالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقول لك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلم لهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي انا دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت قبل ما يجي. علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان ابنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلوا. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. عقبال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ممنونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخت جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزلنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها.
وطي صوتك. خد انا اي مساحه نونه في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجه واحده بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول. يا بابا كفايه بقى، شريف ما فيهوش اي حاجه تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولنات الحيله. وما تنسيش انك انت محسوب عليا، انت اسمك عبلة موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت اللي هتحفل لك هنا. قولك يلا سخنها يا رجاله. سهلون ايه ده؟ جايب حرامي ومكانش حاجه بقى. اما عجيبه والله العظيم، انا مش فاهم مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول ارض عشان يجيبوا الحراميه ايه؟ يبيتوهم في بيوتهم. وعليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عمبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلا يا حماتي. مساء الخير يا تاني. قدامي قدام. طب قدامي اعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعملوا له شويه سم هاري يشربهم. قدامي ايه؟ تعال هنا اهو. خش قدامي موسى. ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خليل. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وطي صوتك. اسمعنا. مع السلامة. هي حصلت يا شريف تقلب لي الباب تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش موضوع زي ده. نجرح منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا عمر من قد من اعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم؟ حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنه. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟
ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. منى منى. عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ انا جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. معقول؟ حد بالحلاوه والجمال ده متجوزه لغايه دلوقتي؟ ازيك يا منى؟ لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعن حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني في بيتك شيف يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. إيه انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجه فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت تبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده وكلها مشاكل. ما صدقت لقيتني يعني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكرو. الكرو اسمع. عندها مشكله كرو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص مفهوم؟ باشا باشا باشا. وحياة بابا من عدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة دي بس يا عبلة. يا عبلة عندك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. الأدرية يا جماعة. ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني. مش قاعده في البيت ده في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اوديلك فين؟ وديها الاوضة عشان الم هدومي. قدامي طيب يا شيف. انا تقولي في 60 داهيه عامله؟ ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عبله بتحب بلا حب بلا زفت. قولي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ انت ايه؟ عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاها ازاي؟ وعلى ايه؟ بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه؟ ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي انا عارفه. الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي كسر يتسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين ريحته حاجه.
حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حلو مرتك جبتيته ما سيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلتهم معروف تخرجوا معروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبه لك اشبعي بيه. شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص ما تدخليش في المسائل دي لوحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضهم؟ ايه اللي بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. يا عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك الكلام هيكون مع اهلك. ماشي انا شايف بقى ان العيال اخرس خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا